السلام عليكم. انا عندي عدد من القيم المتشابهه، بدل ما احط كل قيمه فيهم في سترنج، لا ممكن اعمل ليست واجمع القيم دي كلها فيها. يعني ايه ليست؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هاجي هنا واقول له بايثون واقول له واتش عشان نشوف الناتج اللي هيخرج، واوصل الاوت بالواتش، واجي هنا هلاقي هنا بزيرو لان هنا الاوت بيساوي زيرو. يعني لو قلت له مثلا الاوت مثلا بيساوي 12 هتلاقي ظهر ب 12. طيب انا عايز اشوف بقى موضوع الليست ده، هقول له اكس بتساوي، وافتح العلامتين دول واقول له هيطبع لي الاكس. العلامتين دول معنى كده ان انا عندي ليست، اقول له ران هيقول لي امتي ليست. طيب خلينا احط قيم 22 بالشكل ده، هقول له ران هيبدأ يجيب لي القيم دي كلها. طيب ينفع احط نصوص؟ اه ينفع تحط نصوص، ينفع كلهم يبقوا نصوص او بعضهم يبقوا نصوص، تكتب اي كلمه انت عايزها ران هتبدا تظهر معاك. طيب ممكن مثلا تكتب رقم هنا، اه بس الرقم لما تكتبه بين علامات تنصيص معنى كده ان الرقم دوت سترينج، يعني رقم شارع، رقم ما ينفعش الجمع ولا الطرح. تمام. طيب هقول له ران هيبدا يجيب لي بالشكل ده. طيب لو انا دلوقتي عايز اقول له عايز قيم من رقم كذا لرقم كذا، اقول له مثلا اطبع لي الواي، والواي ديت هتساوي رينج مثلا لحد 22. تمام. اطبع لي الواي هيبدأ يجيب لي من 1 لحد 21. ليه؟ لان هو بيعتبر الصفر ده بواحد. طيب دلوقتي لو انا عايز اخد قيمة معينة، يعني مش عايز اطبع كله، اقول له مثلا الواي دي هتساوي الاكس، بس بين علامتين تنصيص كده هات لي تاني رقم وهات لي تالت رقم، يعني اقول له 2 و3. تمام. اطبع لي الواي هيبدأ يطبع لي. طب خليها مثلا من 2 ل 4 هيبدأ يطبع لي الارقام بالشكل ده. طيب ممكن اقول له الواي هتساوي مثلا الاكس، ممكن اقول له مثلا اطبع لي الاكس، الاكس بقى عايزين نزود قيمة معينة. تمام. اقول له ايه الاكس بتساوي الاكس دوت ابند. تمام. ضيف لي رقم معين مثلا اللي هو 8. تمام. اطبع لي الاكس هتلاقي ان بقى 33 طبع لي 8. طيب لو انا عايز يرتب القيم ديت هقول له خلينا نشيل العامة النصية ديت. تمام. هقول له اكس بتساوي، عايز اقول له سورت دوت سورت، واحط له العامات ديت واقول له اطبع لي الاكس. هتلاقي ان هو اول رقم بدأ بواحد لان عندي رقم واحد، وبعد كده 8، وبعد كده 11، وبعد كده 22، وبعد كده 33، وبعد كده 55. فرتب لي الموضوع دوت لمجرد ان انا قلت له اكس دوت سورت وعلامات علامات